سيد مهني عبد الهادي، رئيس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال على المستوى الوطني والدولي، حيث قمنا بخرجة ميدانية إلى ولاية باتنا لمعاينة المناطق الصناعية، بالأخص بلدية جرمة والمعذر، حيث عاينا مشاريع كبرى قيد الإنجاز اللي رايح تطور في الاقتصاد الوطني من حيث التصدير خارج المحروقات، لكن تبقى عالقة ضحية إمضاءات من طرف المديريات الولائية على مستوى الولاية، متحججين بعدم فهمهم للمراسيم التنفيذية لقانون الاستثمار القديم وعدم منحهم عقود امتياز، رغم أنهم قد منحوا رخص استغلال ورخص بناء ومقررات استفادة. روى بلوغ نسبة إنجاز المشاريع فاق 50%، حيث بلغ عدد العالقين للمستثمرين أكثر من 118 مستثمر على مستوى ولاية باتنا. أما بالنسبة لقانون الاستثمار الجديد، لابد من الإدارة أن تسير المستثمر وتفعيل صندوق قانون الاستثمار وتحفيز المستثمرين، لابد من وضع لجان ولائية على مستوى الوطن لمتابعة إنجازات المستثمرين لكي لا يكون الاحتيال من طرف المستثمرين، لابد من مسايرة البنوك عملية الاستثمار، ونطلب تخفيض المساهمة الشخصية من 30% إلى 10% في المشاريع المتوسطة والكبيرة ابتداء من 30 مليار سنتيم. وفي الأخير نطلب من السيد والي ولاية باتنا مع المديريات المختصة هنا، مديرية أملاك الدولة ومديرية الصناعة، تدخل العاجل لتذليل العقبات أمام هذا المستثمرين في إعطائهم ومنحهم عقود امتياز لكي يكملوا مشاريعهم، لأن الاقتصاد لا يبنى من المواقع، الاقتصاد في الواقع يبنى بالمشاريع الكبرى كما رانا نشوفوا في المستثمرين هذو.